ظهر الغيب زي ما بيقولوا. أفلام كتير بيعملها أو أعمال كتير بيعملها، بنلاقي في كل عمل حد منور كان بقاله فترة مش موجود وهو عينه راحت. ولكن أنت تعلم حضرتك في الوسط إنه لما الفنان بيكون مشغول بأكتر من حاجة بيسقط منه سهوا، يبقى في باله حاجة والصبح ممكن ينساها. ولكن إحنا لا، بس أنا مختلف معاك. مختلف ليه؟ لأن الإنسان دايما لما بيبقى مشغول ممكن يسقط منه سهوا حد يعني. بس ده نفس الكلام اللي انا قلته. لا ده عكسه. عكسه؟ اه لا انا قلت كده. انتوا ايه، انتوا سامعيني؟ انتوا بتلخبطني على الهواء. انا قلت نفس الجمله. حلو جدا. مين من النجوم الحاليين؟ لا في كتير قوي ناس يعني. عندك مثلا نسيتني السؤال انا طبعا. مين من النجوم الحاليين عمل مؤخرا وكان نفسك تكون فيه؟